من معيتيقا لمصر ومن مصر للسعودية ومن المدينة المنورة المدينة اللي فيها أكثر راحة في العالم واللي فيها قبر رسولنا الكريم والمدينة اللي دعالها رسولنا الكريم وجولة يومين في المدينة المنورة بدت الرحلة من شركة موارد اللي حجزت عندهم يوم 20 معكم سامحونا بالله عليك شو الأمور؟ طبعا الفندق اللي اخترت فندق دار الإيمان اللي هو الانتركونتيننتال اللي هو أفضل فندق يعتبر في المدينة وصولكم إن شاء الله لدخولكم هنا بعدين عندك اللي هو طلعت على الحرم اللي من شركة مواكب أعطونا نبدا بسيطة طلعت على الحرم الكعبة لو أنت راغب الإطلالة بعدين فيها يعني زيادة حسبة الإطلالة حسبة تفرق على الغير مقلة الله يبارك واستلمنا هدايا الشركة اللي فيها من الأحرام واخذناها الرحلة ترانزيت مصر ومن مصر للسعودية 3 ساعات في مصر ورحلة بادية من الساعة 8 الصبح لازمتها ويلزمها مشروب طاقة وأهلا بكم في المدينة المنورة وبما أنك حاجز على شركة تستقبلك شركة وهذا استقبالنا كان من شركة مواكب حجزنا كان سيارة خاصة وللفندق أنا قبل نسمع يقول لك أنت لما تمشي المدينة بتحس براحة غريبة أنا في مفات اللي سمعته شيء أما اليوم بعد ما وصلت اللي سمعت به حسيته والشعور اللي هم يحكوا عليه عشته وراحة في القلب وطمأنينة تودها لكل مسلم الله يناولكم ما ناولنا حديقة جبل أحمر وكانت لنا جولة خفيفة في المدينة مش عجوة وكملنا الجولة إلى المطار وادي العقيق أيوة ممتد إلى المطار الآن إحنا لأنه وادي العقيق هنا مسوين جلسات للناس وزي كذا والحين بإذن الله رايحين بعيد تعالوا نشوف الأجواء هذه شوية وإطلالة وادي العقيق على جبل أحد فأنا بنحاول نوصف طمأنينة في القلب وراحة بصرية وراحة ما بعدها راحة باهي في مطعم اسمه رومانسية في المطعم هذا بشهادة أهل المدينة بأنه أقوى من يخدم في الأكلات الشعبية حبيبنا عبد العزيز الله يبارك فيك شرف لي يا الله يشرف فالتقعميزة اللي فيه عربية أصيلة ولو بتاكل تتواضع للنعمة وتقعمز فالمندي لأهل الخليج ومرحبا في هذا الطبق البسيط والمندي على أصوله الحمودجة واخد بالك من الجمال خير لحظة بس هيكي أوضح واخد بالك نقربولك شوية لا يا غالي خلينا نقربولك ونعطوك التفاصيل على حقيقتها وحبة الرز اللي حبة مفصولة على حبة وهذا المندي على أصوله فكل التفاصيل عن قرب تبين لك كامل الحقيقة الله على الأجواء والله على النشاط فأهو يعني وما تحسبوهاش علينا المرقوق اللي شبيه بالفتات عندنا لكن حبيب قلبي يا غالي أقرب لي بالحاجات هذه سلطة الزبادي اللي فيها نسبة حموضة عالية مع الخيار والجزر الله على المتعة ولو جينا للدجاجة الدجاجة هذه مشوية يذكرهم الله بالخير باش يشوفوا فيها يلفوا به الدجاجة ويحطوها على النار وتطلع معاك الدجاجة بالطريقة هذه ولكن اللي أقوى من هذه عندهم تتبيلة اللحمة ملح وزعفران واختمناها بكنافة اللي يخدموا بها بجبنة كريمة لكن الأسعار اللي عندهم غالية عشية زي هذا بالبضاعة اللي شفتها هذه مكلف 500 دينار ليبيات وروحنا استريحنا وتاني يوم الصرافة صرفنا و100 دولار ب370 ولكن من باب إني أنا نوري للناس اللي خاطرها تشوف الأجواء المحيطة بالمسجد النبوي والله يسقيكم من مية زمزم ويكتب لكم الله عمره عن قريب وتشوف اللي شفته وتحسوا باللي حسيته كملنا شن عندنا بيتعالوا بناخدوا جولة في شارع في منطقة العزيزية اسمه سلطانة وفي السعودية لما تقول الطازج أحد الأماكن المعروفة والمشهورة تقديمهم جميل جدا خدينا منهم برجر عربي ولكن بأمانة كمضمون حاجة لا لكن الصوصات والجو اللي معاها دايرة جو ويخدموا في حاجة اسمها كريسبي برجر ويديروا معاها في صوص جبنة اها هنا نقول لك جربنا حاجة جديدة وأجواء جديدة مقرمشة فعند الطازج اللي يخدموا به دجاج فقط وحتى الكبسة اللي نقول لك لو جات عمرة بتبي تحسبها اقتصادية عندك زي الطازج من الأماكن اللي هي توفر يعني الماكلة هذه كلها طلعت بستين وتبارك الله ربي بارك على الدجاج اللي الدجاجة جودة وحتى صحتها مرعية وانت لو تبي تعرف الدجاجة من زفرتها وبما ان شارع سلطان في مجموعة من المطاعم من مكان لمكان تاني خشينا المحل عصير هذا اسمه تعالوا ونتي شن أجواء المحل ثلاجة وفيها عروض وديكور المحل باللوحة المعالج وعندهم الاختراع البسيط هذا فيه شوفان وفواكه وزبادي وطبقة زبادي شوفان فواكه زبادي شوفان فواكه الزبادي اللي فيه نكهتين وتستيفت المكونات اللي فيه راكبة حجب بسم الله ما شاء الله درجة الحرارة 41 لكن فخفخينا ممكن في الأجواء هذه بإضافة آيس كريم خيال أنا مناسب أنا مش هقولك مناسب بس لا هذا وقته يعني جوافة مانجا عصير فراولة عصير جوافة ومن ناحية فخفخينا لا فعلا فخ وفخفخينا وحياك الله يا طويل العمر الجولة كملت لا قاعدة ما كملتش مكملين أنا ماشي في الطريق بالصدفة لقيت المكان هذا يخدم في القهوة المقطرة وعنده الفرنش توست
والقهوة خشينو بالجرام، وعملية العصر فيها معتمدة على التقطير. الفرنش توست شنو هو؟ هي خبزة محمصة يضيف لك عليها في جو الحار، يمشي أومليت، يمشي طن، ويمشي الجو هذا. أما بالنسبة للجو الحلو عندك تقدر تاخذ بالكراميل المملح، تاخذ بالكراميل، تقدر تاخذ بالنوتيلا. لكن الحقيقة تبي المكس الجميل والإبداع واللي عاطي تناسق الكراميل المملح مع الفرنش توست محمص، الأجواء فيه رائعة هلبة مع قهوة التقطير المثلجة. الله يبارك. لحاجة احنا قاعدين ندوره في الأجواء هذه درجة الحرارة من 41 لل 44، وهذا الطبيعي وما فيش حد براني، كلنا من العيلة. وعندك التمر وعندك القهوة، شيء على الماشي. وحياك الله يا طويل العمر، وشهادة لله المناديب اللي سحطتهم معك. في كل زيارة هم اللي يستنوا مش أنا. والله يسقيكم مسقانا. المية العادية أنا ما دورتهاش بك إلا شفت لها. إذا دفع لها ابنها مال العمرة وكان ماله حراما أو كان سيدفع لها من الحرام ولو كان عنده حلال فلا تقبل منه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وبعدها كانت الواجهة للزيارة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا بنمنع التصوير. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهادي حتى أتاك اليقين. تمام. بعدها تمشي خطوة تلقى قبر أبو بكر. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد صلاة العشاء كانت الزيارة لمسجد، أعطينا فيه من السنة ما تعين علينا. طبعا عندك من الحرم لمسجد قبة مسافة 3.5 كيلو، وفيها ممشى، فيه مطاعم وكافيهات والأجواء يعني هذه، يعني تضرب 2 في 1، تتمشى وتغير الجو متاعك. ولو تعبت عندك عليك السيارة هذه ترفع ب10 ريال وتردك ب10 ريال. ومن هنا كانت خاتمة المدينة المنورة. وانا من هنا نقدم الشكر للشباب اللي قدموا لنا الخدمات، والشكر للشركة اللي قدمت لنا الخدمات الممتازة. شكرا مواكب. وطحنا بزوز شباب تبارك الله عليهم، معطونا إلا السمعة الباهية عليهم وعلى المكان اللي يخدموا والله فيه. على ما أقول شيء. وهنا الخاتمة لأول فيديو، وعقبال اللي عندكم إن شاء الله.